حي عينه دبر خاله جاب ستاند نوم عيني جاب ستاند كامل دارن خاله منزنك وجاب ستاند كامل حي عينه نوم عيني يا وليد ما تسمعون ما في صوت طيب دقيقة والحين تسمعون يا رب عاد انا والله غششتهم الدخليات انا سويت لهم دخليات الباقي على الله الباقي عليهم انا اعطيتهم رؤوس اقلام الباقي عليهم عاد كل ينجح نفسه ها لما تاب حنا صح ولا انا غلطان ترى والله كلهم سمعوا سوالفكم يشوفوني هم يشوفوني وليد الحين بشغل بشغل البنات الحال والعيال الحال انا مش خلاني ابس يلا 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 خلوكم جاهزين يا شباب يلا تعالوا صفوا قريب ليش صافين بيه ليش مستحين مو بزواج اقبل طبعا اعرفكم تعال طبعا هذا اول شيء هذا مشاري دنق شوي انزل هذا مشاري حب فوق راس خالك هذا طول بعمرك حب فوق راس خالك طال عمرك الله يبيض وجهك هذا طال عمركم من دفعة عصمي وليد طبعا هذا وليد ايه صف صفكم كيف حالكم هذا وليد قل لهم كلمة كيف حالكم يلا تزمهم هذا محمد السلام عليكم قل لهم كلمة السلام عليكم هذا بندر الصغير اللي قلت لكم عنه السلام عليكم هذا ولا فانزات شباب البنك هذا عرف بندر أهلي مرحبا قل لهم كلمة السلام عليكم أنا الله يجعلني هذا عبد الرحمن بقى حق اقبل دقيقة يبدو لي انه يعلق اقبل يعلق يا جماعة ولا واضح قلوا نعم كلكم قلوا نعم احنا ما عندنا يمين يسار صح بالله عادي تسخن واحد عادي ايش عادي يجي واحد ضدك عادي طيب خلي ليه تبغى ناخذهم على الصدام لا ابغاك تفوز يمكن اخسر لا انت اقوى انا اقوى ايه تقول ها انا خالك انا ما ادري انا خالك انا ما له داعي وانا خالك دقيقه انا طول عمرك هذا التعزيز عززوه اسمع انا اخاف وانا خالك اني اخسر
طيب في واحد طالع هناك انت يا خاف اني انا اسوي قدامه صوح لهيبه عقب عقب اخوهم يا خالك ايش اللي عقب لزمها يا قليل اللي هو يقول عقل عقل خلي عقب وين وين البنات بناتينا يلا 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 روحوا وانا خالكم اجلسوا هنا اجلسوا هنا يلا البنات بنات جاهزين خلاص قفلت بس ما عاد يحتاج يا لباك عبدهم الله قل لكم انا خالك الشبابي انا سبحان الله طقطقت على خالي الشبابي وخوالنا الشبابيين اللي يجي صوت دقيقه ايش قلت انا الله طلقني هيبه والله اني هيبه نجح هيبة خالكم الوكاد أنا خالك الشبابي عرفته الدنيا دنيا دنيا كذا هي دنيا يوم ويوم تعال أنت روح اجلس هناك اجلس الحين ندخل مع واحد أنت حادة عشان كريستيانو بطل أنا قلت صوت قام يفضفضون صوت صوت بعد ليه هذا اللي يطلع صوت طيب مش كم اعرف اهدد شخصيتي بالبلع طيب ليش ما حرقك طيب ذا الدرجة ما في هيبة يا ريجي يلا يلا وين الجوال يلا طبعا طبعا دقيقة انا ترى صوتك واضح ترى صوتك واضح تعال وقف هنا ليه ما تنجح الفقر الخالق ها يا رب يا خالق يا أنا يا أنا احرجني الله يجعلني يا انا حبيته طيب باخذ معي الرياض يلا يلا السلام دخلتكم ابغى هدايا تعالوا معي واحده واحده يعني الحمد لله اني خال والله العظيم يعني انا من زمان وانا ودي اني اصير خال اي والله ودي اني اصير خال ويكون عندي ورعان وكذا اي والله يا جماعه فاقول لكم ان خلاص انتهى دخوليتكم يلا ها خلاص انتهى الدخوليه يلا تعالوا معنا كلمكم انا تعال طيب انا دقيقه دوركم بعدين دورهم بعدين تعال تعال انت انت انت, أنت. دقيقه في واحد انا يا ولد ليه كلمي ما كلهم يعينون تحرجين خالص قدامهم كلام ده ما يسمع انا هي على امك عرفيهم بنفسك وش اسمك نين كم عمرك ثلاثة أربع آخر كلام خمسة إيه الله يا دامي يلا طبعا كبرت سنتين بس تعال هذا يا الفتاة ما الحدا جماعة اذكروا الله عليكم الجيران تذكروا الله
كل ما جاء تعال. وش حالك؟ طيب. ليش خربت دخوليتي؟ ما تدري. ما تدري؟ ليش خرب؟ علميني ليش. طيب قولي لهم كلمة. يا نام عيني الله يعد عني. انا حسيت اني ارتحت. قولي انا اسمي كذا وعمري كذا وهوايتي كذا وادرس كذا. يا انا حسيت اني عزيز القحطاني. صوت. ها انا اسمي لاتين عزيز القحطاني. انا يد عندي كم عمرك؟ انا يلا اسال نكست. انا اضغط زر. ارحبي. هذا اللي يقول لك المعروف لا يعرف. يلا حيها. عرفي عن نفسك. انا ديم عاد القحطاني. انه يد عني يا ديم. ديم هذا اللي تدري انهم مشغليني. وين ديم؟ وين ديم؟ وين ديم؟ هذه ديم. يلا سولفي معه. خلاص طلعنا كلنا نخلي ديم. لا لا الله يجعلني. ديم كم عمرك؟ 9. تحبيني؟ ايه. واجد ولا شوي؟ واجد. الله يجعلني. اللي بعده. عرفتوها. عرفتوها. علي جت في الواقع، جت في الشاشة وقالت يا نوم عيني يا حالي نوم. حي عيني. هذا على الكلام اللي عليه الكلام. هذا الكلام اللي حبي فوق راسي وانا خالش. اي والله. ها حبت يدها. اعرفها ذي. حبي فوق راسي. الله يطول لي بعمرك. طيب قولي لهم مش اسمك ومن وين كم. انا اسمي دارين عزيز القحطاني. ما يد عني. ايوه. عمري 9. متى تصيرين 10؟ والله تعرفون وانا اخاكم الكبر شيء. بس اسحبيني الكبر شيء. خلاص انتهت دخلياتكم. يلا كان بث جميل يا جماعه. استدعكم الله. ولا تبون نسوي حفله ولا شيء؟ شو السالفه يا نكبت الحين؟ تعالوا اقربوا اقربوا. نبغى ندخل بس. تعال بسالكم. سمعت لي كلمة بتعطينا حظر. وش ذا عمرك 7 سنوات تعرف كلام كذا؟ من اللي قالها؟ تعال تعال ابعد ابعد ابعد. قال له كلمة دار بتنجي دار. انا سكت لك المرة الأولى. انا سكت لك. ليه تسوي كذا؟ كيف ما تكلم؟ تعال هنا. انت قلت كلمتين شينا صح؟ ما قلتها؟ من اللي قالها؟ أنا. لا تعال. لا أنا. تعال. لا تعال. الكلام هذا ينقال قدام الناس؟ قل والله. والله. أنا عبد الرحمن. أنا أبرر هنا. لا تبرر هناك. عبد الرحمن شلون؟ لا أقصد بندر كبير. ها؟ القرب. ليش؟ بندر كبير. بندر كبير. لا لا. فزعت الاخوه تقول لا ما له دخل. ايش اللي ما له دخل؟ وليد. خذوني تكزيره. اوكي صرت خالكم السبك. ها؟ صرت ايش اللي ايه؟ ما عاد يحترموني ذولا. يا رجل انا بقعدكم يوم احترموني يوم بس. هذا خذوا خالكم والله محق ليل. والله العظيم اني ما عاد اجيكم كذا. والله سامحني. اسامحك ليه؟ برر. لا برر. اسامحك ليه؟ ايش سويت؟ ما ليش ايش سويت؟ بعت سياره. انت جرحتوني وانا اخوك. اسامحك. جرحتوني. انا قلت خالي سبك ما ادري. خالك ما هو بسبك يا ورع. يا ورع والله لا تطفي البث. والله لا تطفي البث. لا تسبني. لا تسبني تو العرب. لا تسبني تو العرب. انت قبيله تدري بما انك قلت اسف والله اني اسامحك. رح. اقول سامحتك رحت. انت ليش؟ ها؟ ما قلت شيء. قول والله. قول والله.
يا دعم خلونا تعرفون اسمه تعرفون محمد اخو واجد ذولا كيف هذولا يبي لنا اباضه من يبي لنا اباضه عليكم محمد من ايش رايكم بس بجوالين عشان اطلعهم كلهم محمد بنو منو لا محمد ناصر تعرفون ايه ذا اللي يده كبير عرفته اللي يعطي واحد كف يده وينحد هذا السياره على طول اذا اعطى واحد كف ينفجر ايوه هذا شماط طالع على خاله حي عين بدخل معه يصير طويل يلا كلكم تعرفونه صح؟ بدخل معه بدعيكم على واحد واحد اذا كنتوا تعرفونه كل واحد من هو ما حد يعرف ايش هذا من هو يا قولوا كذا يا ايش ما حق واطلعوا تمام؟ طيب الحين بدخل نسوي فيه مقلب كاميرا خفية يا هو هاي يا بحي طيب يده يا هو شي مخنج حار كذا كذا يده ما عليك ما بيضرب هذا جوال هو ورا الجوال هو لو انه قدام الجوال والله ما اقول انا ما اقدر انا خالك ولي هيبة لكن هو يده كبير يعني احتمال يلطمني يموت خالكم ايوه تصيرون بدون والله ها ما اعرف انا هو اه يا صاحبي انا في دخولية في دخولية هالحباب حالي وفاء يا لباك عبداء وش حالك؟ الحمد لله طيبة؟ وينك؟ سمي ترى امدحوا لي يا وانتي ماذا وعاد حاليتين ليه ما يحلجي بعد وبعد نجيب حلا بدر بدر حلا بدر الله يدعنا ترى يا جماعة وفاء قولي لهم كلمة شو كلهم يقولون أحبش قولي لهم كلمة يا نوم إيني يعني والله خلاص اسمع روحوا هناك كلكم روحوا هناك يلا 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 فانا لا اسمع صوت اللي يسمع صوت ترى هذا خالي اللي تعال بندر اللي يسمع صوته والله ان خلك اللي يسمع صوته والله ان ايه والله انك وش اكثر شيء يخوفكم والله ما ادري ذولا ما يخافون يا بندر يا هو بندر ضيعت بين يا وليد بنقف بندر ها اقول بنقف انقلع اللي يرفع اللي يطلع صوت بقفل بس انا ما عندي مين يسار انا رجال سيده حمحق لي اه صوت اللي هذا ما بيطلع معنا في البيت طيب عرفتوا الخطه اذا دخل محمد بن ناصر كلكم قولوا ما نعرفه بدعيكم على واحد واحد شو انا اول واحد ما ابغى يدري في ناس هنا اوكي انا اول واحد ادعي بدينا اعرف هذه انا اول واحد ها اعرف هذه انا اول واحد كلكم انا اول واحد صح انا اول واحد من اللي يحب خاله؟ أنا ما أسمع صوت من اللي يحب خاله؟ أنا شبايك شفتوا؟ لا أمزح والله أني أمزح ما لا داعي أنضرب من عيال أختي في بث في 1006 صح؟ تحس إنه هانة عددهم ما شاء الله اذكر الله جميل خلوني بشحن الشاحن أوكي خالكم ما عنده حلق خالكم عطشان حيحينا راح كلنا يا نوم عيني شو راح ايش خميرة اقول خالكم عطشان تبعدون ابغى اقول شيء كريستيانو افضل لاعب لا ميسي عمه لا كريستيانو ميسي عمه عدوا كريستيانو ميسي صح يا جماهير كريستيانو كبسوا يا دقيقة يعني سيد جوي كريستيانو كبسوا عشان الله ميسي ارسلوا صديقكم المغرب البث تبغى ندخل مع ميسي
لا ما عنده ممثل. لا يبث ميسي. تبي ندخل معه؟ بس رونالدو. بس رونالدو أقبل. تبي لا دقيقة، هذا مو رونالدو، هذه أم خالد. واحد اسمه أم خالد، هذه والله مو رونالدو. عادي لا مو خمني عادي. هذا اللي يبغى يطرف خالة. ها؟ خلاص ما عاد أبغى، ما عاد أبغى موي. شكرا. خلاص جيبه ولي. جيبه هنا لحد يشوفه عشان ما يجينا باند. يلا 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 صفوا. آه كلهم جابوا موي. يلا 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 من باقي؟ باقي حد؟ باقي حد؟ هم يحسبون على نقاط. كلهم جابوا موي. الله يسعد قلبهم. هذول لو كانوا معنا في البزنس قالوا دقيقة. اللي يطلع صوت، اللي يطلع صوت ما بعطيه حلاوة. يا دقيقة خلني أروح أتفاهم معهم. يا ولي عن تويا. ليه ترفض؟ والله اني كنت اسوي دخوليات مع عيال اختي وكذا، عيال خواتي. عيال خواتك 19. يا رجال سد حلقك. تسوي لهم دخوليات يا رجال سد حلقك. انا سكتك واجد. حال ابو ناصر؟ هلا. طيب هذا منو اللي عندك؟ سالم اخوك. ايه سالم احبك والله. انحرجت صح؟ ابو ناصر دبر الله كبدك يا ايوب. الو يعني نسولف خلاص. كلمة تليفون احسن. نطب البث. الله يعافيك يا سالم يطول بعمرك. محمد اقول لك حاجه. هلا. تدري ان عيال اختي من متابعين البرنامج؟ هم متابعينه؟ من متابعين البرنامج. ابديهم. تعال يا لا تدعيهم. حني يلا متحملينك انت بزر. يلا متحملينك بعد تحمل بزران. خرج عن صمته ابو ناصر. اكو اللهم لا تطيح حبيبتي. تعال يا حجر الورقة. قال لي عمي عد الورقة. تعال يا وليد. نشوف. يلا تحبك يا ميهم. السلام عليكم. أرحب. كيف الحال؟ الله يزلمه كيف حالك؟ من هو؟ هذا محمد بن ناصر. ما تعرفه؟ ما أعرفه. هذا صديقي في البرنامج. أنت ما كنت أنت؟ ما شفته. تابعت مسلسل ما شفته. مسلسل أوكي. هو ياس بنحن في مسلسل. برنامج. الله يعطيك العافية يا ولي. يقول تابع المسلسل حقنا لكن ما شاف. شكرا. عليه تصير يا ابو ناصر. باقي واجد. تعال يا مشاري. ان شاء الله اني مشاري اعرفك ان شاء الله. هنا السلام عليكم. سلام الله حيا. شالف الحمد لله. انا اعرفك على صديقي. تعرفه؟ عرفته ذا مشهور في قطر معروف. هذا من هو؟ ما تعرفه؟ لا ما اعرف. ما تعرف مين؟ دقيقه من هو هذا؟ هذا اعرف. ايه ما شاء الله هو مشهور اصلا. يلا يعطيك العافيه. ما شاء الله يا ولد. احباب الاطفال احباب الله يحبونك يا نايف. دقيقه باقي واجد ترى. شوف كلهم صافين يبون يقولون ما نعرف. دقيقه يا جماعه. يلا من الثاني؟
ارحب يا امي ارحب يا لحن يا جماعه كبس مو بكذا اثبت الله يثبتك عالدين يلا يلا من اللي بعده محمد انا اكبر واحد من هو انا محمد تعال ناخذ لهذا بعدين هذا السلام عليكم حياك الله محمد كيف حالك طيب الحمد لله محمد كم وزنك ما ادري طيب كم عمرك ما ادري طيب تعرف ذا لا من ذا من هذا لك محمد والله ما ادري ما ادري لا يمكن 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 صل على النبي يمكن لا 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 صل على النبي صل على النبي لا 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 صل على النبي صل على النبي لا لا ما توصل ما توصل لا لا ما توصل لا 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 ما توصل لا لا ما اسمع لك ما اسمع لك ما اسمع لك لا 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 ما اسمع لك عادي 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 ما يعرفونك عادي عادي انت ما عندك ما اسمع ما اسمع ما اسمع ما اسمع ما اسمع ترى خالق سروق يسرق جوال محمد عيسى ونندس في الحمام نقفل اروح على روحنا الحمام لا بالكبير بندر الكبير بندر الكبير بالكبير بالكبير السلام عليكم بندر عارف دقيقة 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 الله بندر بندر تعرف ذا؟ لا ما أعرفه أنا صديق خالك اللي يندس في الحمام طيب اسمع اسمع يلا يلا ها يلا يلا اسلم 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 ابو ناصر يلا يلا اسلم اسلم صديق خالك اللي يندس في الحمام وياخذ جوال محمد عيسى ياخذ جوال بدرس يلا يلا خلاص يلا قهرت قهرت يلا ايش عندك؟ خلاص عادي كل الباقيين يعرفونك عادي يا مسلم ترى عادي شوف مو بلازم انك مش... انا اتقبل وجهات النظر عادي كبس انت وياه بقس وجهك انت وياه جايب عيال اخواتي كلهم عشان ما تكبسون والله الظاهر انهم هم اللي كانوا يكبسون لي كنا توصل مليون في نص ساعه من اكبر؟ تعالوا اثنين اثنين لا لا اثنين عيال بعدين البنات يلا يلا اثنين حياكم الله كيف حالكم طيبين سلموا عليه حالك انت اللي كيف حالك صوت كيف حالك انت طيب شو اسمه امك هذا يقول كيف حالك ذا يقول طيب لا سولفوا معه هو ايه ايش اسم امك انت انت؟ اسم امك امك؟ لا ما بقول هاي عينك يا رباني حاجة فلا خمني حاجة طفق طفق الله يا للطلقني شوشت كانك انت مشوش ايش رايك؟ اهزأ دقيقة صوت 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 لا بقسك تعرفونه؟ والله ما اعرفه الله على 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 هذا عندي انت قايل له دقيقه 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 خليني اعطيك ميوت فاتح فاتح طيب لا انت انت كبرت الموضوع انت خرجت من المله الله يسعدك قول استغفر الله استغفر الله اي خلاص كل ما اعرفه بس لا تسحلف لا حد يعرف يا جماعه نعم يا رب يضرب وجهك خلاص هذا لا طول شيء يا جاني بنت يلا 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 جيب جيب الثاني جيب الثاني نيوب باقي واحدة زياد نيوب يلا تعال تعال نيوب تكفى أبغى الثاني أهلا يا بنات دقيقة دقيقة خليني أشغلهم حاجة ما هو بشغلك لو سمحت تعرفوني؟ لا 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 خلنا نتناقش نيوب نيوب تكفى تكفى خلنا نتناقش خلنا نتناقش مشهور مشهور عند بيتهم بس ترى ما يبغى يا حكي يدري اني بكم بعرفه دقيقه انا بعطيكم اهداء يلا بنات بنات بعدين شوفوا بما بما بنات بما دقيقه هذا وانت لابس وردي ما يعرفونك حتى البنات الصغار انت سويت كل شيء بس ما حد عرفك استغفر الله على طقمك ذا تدري شو المفروض اشغل لا ما ابغى
فيهم. لا لا والله نوم. تعالوا كلكم، تعالوا كلكم بسم الله. بحكي انا بحكيهم. انت تسمعيني؟ ها؟ دقيقة. تسمعيني؟ نايم خلني احكيهم يا نايم. يا اخوات يضحكهم لي. والله تعالوا انزلوا 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 كلكم كل كل هنا. يلا. الحين جاوبوا صدق. الحين جاوبوا صدق. تعرفون محمد ناصر؟ طلع الموضوع صدق معليش. والله انا قلت لهم قولوا بس طلع صدق ما يعرفون. انا اعرف اعرف هذه بدينا. انا اعرف انا ما اعرف. طيب انت تعرف انت كم عمرك كم عرفت؟ خلاص انا اعرف عليه في الواقع. سلم عليك. سلمت عليه في الواقع بس ايدك كبيره. طيب تعال ايش قال ايش قال ايش تقول سلمت عليه؟ ولي سلم عليه بس ايده كبير ما اقدر اسلم. اسمع هذا اللي حلو صح؟ انا طلع علي عرفت؟ لا انا طلع علي. يلا حي ابو ناصر. الله يحييك. تراني امزح انا اللي قايل لهم قولوا ما اعرفه. زين تقول زين بعلمكم شيء يا عيالي وبنات انا. تبرع تبرع يلا جيبوا فاين ومنشفه. لا منشفه ما بتروش. جيبوا فاين يسعد امهم ينجحون ذباتي ينجحون ذباتي يسعد امهم شكلي بيجيبون كل بيت. الظاهر اني بستقر في ابها في قفلوا ال نوم عيني. انتبه من انتبه من الجزاز. ابو ناصر تسمعني؟ ما شاء الله فزت عليه. علق 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 تسمعني تسمعني ولا لا؟ اعطيني صوت ولا لا؟ شباب يا شباب تسمعني؟ ايه معليش علق تفضل يا ابو ناصر. ما شاء الله انت تسمعني يا عيال وبنات؟ لا لا ما اسمع. لا 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 خلاص. ايوه ايوه نسمعك نسمعك. ابي اسمع الكلمه قلت لك قل ما اعرفه صمل. والله صدق الى اخر نفس عرفت؟ انا صدق والله ما اعرفه. انا هو شخصنا ما اعرفه ولا اعرف ولا اسمع ايش تبغى. انا والله لا لا بالله بالله مرحبا يا طيب بقول لك شيء وريني الحصان هذا حلو. يلا بقول لك خالكم نايف الرفيدي؟ ها؟ ايوه ايوه خالنا خالكم صح؟ والله عظيم ان كنا نطلع من القرية ونروح للمطعم وناكل وكان معه جوال. ادري ادري يدرون طالبنا ما نخبيها ورع ليه؟ هم اللي كانوا يقولون لي ازبن كانوا يقولون يا خال ازبن كب النقاط والامور ذي انغبنت صح؟ قارطة حرضي فيك في الحكم. اي انا هذا حب الوفاء انا هي عني يا الله وقع يلا هيا مستنى موال. يا في واحد جديد دقيقة جديد. في واحد جديد جاء ما ادري انت من طلع من الكرتون نواف. طلع من الكرتون. هذا اسمه نواف. قلهم سلام عليكم يا نواف. سلام عليكم. ارفع صوتك ارفع صوتك تفضل ندخل. السلام عليكم. حي عينك. ايه نواف 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 اسمع نواف بسألك سؤال. ارفع صوتك. بيسألك سؤال. بسألك سؤال. يسألك سؤال. وش اسم امك؟ ايش؟ وش اسم امك؟ خلا خلا تعلمونه خلا يجاوب. ايش اسم امك؟ بس وش اسم امك؟ ما تعرف اسم امك؟ يا صاح تعرف اسم امك ولا لا؟ لا. حي عينه جحد اجحد مهما كانت ادله. انت ابو ملك زاد الاول
الحكم الأول. إيه أقول له لا تقول اسم أمك وأنا أقول أخو منير. إيش الأول؟ لا أنت عندك أول كله. ها؟ أنت علمت أمه. علمت أم من؟ أم نور. من عامل فيه أنا أقول. من اللي ما. يلا حيبون عصر. الله يبقيك. ممكن تنفذ حكمي؟ والله انك تستاهل فاز علينا والله. وش انفذ اسلم تنفذ صح انت وينك الحين انفذ انفذ اسلم طيب كيف فاز انفذ انفذ كيف فاز انت كنت تكفذ طيب اسمع لانك صديقي وخالهم ما راح احكم عليك لا لا احكم علي انا هاي انا انا راح اجعل يا هذا الجمعة هذا الجمعة يبيك يلا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك بدينا 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 عرف هذي عرف هذي بداية ها يلا 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 يا جماعة خلاص بندخل قستات وش رايكم عندي فكرة العب كورة عندي فكرة ادخل ادخل مع عامر منير ها عامر منير والله ادخل مع عامر منير تبين ادخل مع عامر منير لا عيسى تعال تعال ابي اسالكم ابي ادق يا دقيقة انتوا واجد اسمع طيب اسمع 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 ادخل اسمع طيب سمعني ماشي هي بصير ابي اسالكم واحد واحد ايوه ها تقول سوي كأنك هيبة أبشري. إيش اسمه؟ أبسألكم إيش اللي أعلم؟ آسف. أسمعوا. أبسألكم واحد واحد. يلا. أبغى تعلموني من اللي تشجعونه. بأخذكم تطلعون كلكم. تمام؟ بنطلعكم على واحد واحد. أول واحد أديم. من الشخص اللي تشجعينه في الواقع؟ أنا هذا عني غيري. غيرك. أسامة 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 بن عوضة طيب ليه قلت يدخل مع عامر؟ عشان أصدق الله يدعني يعني مو هو مو مقبول أصلا عند الأطفال عامر من هو؟ عامر ما حد يدعني من الأطفال يلا يلا توصين شيء؟ لا باندر الصغير من اللي تشجع؟ الواقع الله يجعلني غيري 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 لا تعلمين لا تعلمين ها تحرك تحرك ما تعرف أحد أعرف أحد اللي هاي أحد أحدهم تعالي من تشجعين تشجع أنا على طول أنا إيه لكن تقول غيري أنا يا أنا أم التيطة تعال أنت من تشجع غيري يعني غيري غيري وانت شو اسمه سمي من وليد البحي هاي هاي لا لا يقول وليد الرجال يحبك ويشجعك تستاهل يا وليد البحي ما ادري كيف الفرعان يحبونك وانت ذا وجهك انا اخاف منك وانا عمري 22 ما بالكم سلمت على اخوي سلمت مشاري مشاري هذا يا جماعه انت ايش كيف كبرت كذا كيف انا استحي اقول لك وانا خاوي شاري هذا تدرون استغل ليش المضاربات المضاربه وش يعطيك تعال وانا خاوي كيف جاء يلا شاري من تشجع غيري دقيقه لا بكبش من تشجع غيري اذا ما في حد عادي يقول ما في ما اشجع الا انت لانك انت القمر والباقي نجوم لاني ما اراهم شيء عاد اشجع انا امتي طال ودك تعرف له يلا اسلم والله ما يعرفه ما يعرفه حلو انا باقي انت سالتش لا من تشجعين من 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 الشباب اللي قبلت هذه جت في الواقع كنت شفتيهم كلهم على الواقع صح طيب من وليد جاء بس لا يقبل وش فيك يقول اغلى رفض اغلاق اغلاق
أنت مثل خالك حلق الله يسعد هذا مثلي حلق ما يعرف يسولف تدري حتى أنا ما أعرف يسولف حلق يدق ستار بعض الأحيان يقول سو إغلاء يعني إلغاء يلا 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 من تحبين غير يعني من تشجعين يعني ما أحد أحي عين بندر الكبير أنت قد عيتك لا يلا تعال الله حمود حمود من تشجعين في واحدة تبي وفا وفا ويني ما أدري ها وغيري ما حد على الطلاق إنك تفهم بندر يا بندر يا مرحبا يا بندر الربع من تشجع أنت وغيري عامر وغيره خلف وغيره فلاح وغيره وليد وغيره بس يشجعني بس الباقيين طيب يشجعني أنا أنا بخلص حد من باقي نايف وين ما أنا مكاني من أنا أول واحد لا تحديد هو بندر ما تحديد هذه اللي تقول ما يهمني كلام الناس ايش تبغى تبغى ادخل مع فيصل يلا 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 يا جماعه يلا 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 كل واحد على عند امه يلا يلا اعطيناكم اجهزه ليه لا باقي نبغى اللعبه نبغى طيب طيب دقيقه دي وجهي وجهي اوكي انا خالك ما تلطمني كذا ها لا اطلع اطلع من الكاميرا هذه خير نبغى مع فيصل العيسى لا يا جماعة لا تكتبون شيء يلا قروا ليه نبي يوفا يبغون وفا يبغون وفا يقولون خلديم خلديم خلاص طلع ديم خل ولا كتشف ليه نادم يا ورق شوف واحد يقول خلو اسمعوا اسمعوا يبغون خالد السهيل انا عندي فكرة قوموا لا تقرون اي شيء حتى حنا نحبكم لا تقرون شيء حتى حنا نحبكم ابغون نكتة حتى حنا كوري لا 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 حتى حنا الجوال جوال معي لا ابغى شيء لا تعالوا نحبكم في قلبنا خلديم ولا كتشب وليد يا الله ضبطي يا امي يلا نحبكم يلا قم قم ما في هيبه قم يلا خلاص بالله بالله يلا 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 عشان ما عشان تبوني ازعل ما حد قال لي ما حد قال لا ها ورنا الحوش نلعب بعلمكم مالكم روح هناك صوت خليني اتفاهم مع الناس يلا يلا اجمع بدون تقاطع صوتي طيب نبغى حوش فيه بدون تقاطع صوت الله طيب نلعب كوره نبغى نلعب كوره نبغى نلعب كوره طيب العب معنا كوره تبغى تلعب كوره انا حديتك نايف بغيت ابغى نايف بغيت حتى وانا ابكي طيب والله خلاص بنسوي قرعه اللي ها تضحك خلنايف ابغى نلعب كوره قرعه من اللي يقعد خلنايف 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 قرعه اللي يقعد ابغى قول وليد وليد طاحت متعت قول بندر بندر قول بندر 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 قول بندر الصغير خلونا نتكلم بندر بندر دقيقه انا فكيت العقل قول بندر الصغير انا فكيت العقل المفروض تخافوا لا يلا 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 لا كذا انتم زعلوني زعلوني ترى والله زعل شوف كلهم كيف اطلع في الحوش بدل ما اقول طاحت غترة تقول طاحت يلفك يا اخو منيرة اطلعوا قال اخل البنات قال اخل البنات اسمعوا اسمعوا طلع صوتها طلع صوتها طرفت خالها حطت خالها عليت طرفتني يا سعيد امها طرفتني انا اذنكم شوي بس بروح اقفل البيبان واجيكم دقيقه يا جماعه
يلا ايه اسمعوا باخذكم على واحد ولا اثنين تقسم والله الخلولة دقيقة الحين اسمها أبوبة وأمومة الخال وش يسمونه خلولة ولا خوولة ولا أنا لازم أجيب إضاءة والله ضرام هنا والله ضرام يا وليد وليد لباك أبدك ما في وليد طيب اسمع إذا في توصيل أجيبها لباك أبدك يا شكرا وش حالكم يا جماعة طيبين بدعيهم على اثنين اثنين والله كذا انا ما اعرف اسوي مبارك وين مبارك في الديره يلا حيهم بشرنا عنكم طيبين والله اني والله والله اني اشتقتكم يا جماعه يا الله ودي بس يوميا لكن ما اقدر كل ما جيت ما فهمت تبون ندخل قسط انا ودي ادخل قسط من اللي بعد ابي اشوف دقيقه الجوال حار ابي اشوف سوالفهم ابي اجيبهم على اثنين اثنين وشوف سوالفهم مع الناس انا ما بعد شفتهم يسولفون مع ناس كذا انا انصدمت قبيل قلت لهم قولوا ما نعرفه نجح قاموا يحلفون وراها ما اعرفه ورب الكعبه ورب المصحف والله صل على النبي ايش هذا لو انه معنا في البزنس كان نجح جميع المبادرات سعد امه الله يبقيك راشد وعيد الله عليك مبارك لبيك الله يعيد علينا وعليكم العايدين دقائق أباجيك أخذ راح لبك أبدك مرحبا أنا نسيت لي الحرام أني نسيت المعذرة يا جماعة والله أني نسيت والله أني نسيت يا جماعة دقيقة أنا كيف نسيت؟ والله إني نسيت دقيقة خلك معي. نيتروجين الجديد. نترجين دعاية لا حد يشتري من عندهم يلا دزمه ما في اعلان ما في يلا اعلان على هالسنة تبغى اعلان تعال كلم شركة الاعلان تقول تسوي نترجين هنا ترى صبغتهم خايسة يلا يا واللي يشتري من عندهم سبيك يلا نسيت معايدكم المعذرة يا جماعة
والله عظيم المعذرة. قولوا لهم المعايدين حتى انتم بيض الله وجهك يا ام عيني. ايش بك ايش بك؟ وينك؟ ايش بك في وين؟ في رجلي؟ في الجدار. يلا. لا. ايش بك في رجلي؟ اسمعوا بنجيبكم على اثنين اثنين. اول شيء جيب الطاولة ذي، الطاولة ذي. بندر جيبها. ادعوا لي من 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 ادعوا لي اول اثنين. لا اول اثنين انتو تعال. اعرف هذه، اعرف هذه الله يستر لا ينفجر. كاني سمعت صوت انفجار محتوى. ترى حظي خايس انا خالف. تعال خلوني خلوني اسولف لكم عن عن حياتي. انا حظي وخايس انا خالكم. اي والله حتى حتى انت كل ايوه انت تدري لي حظك خايس اني خالك. ايش حالكم؟ الحمد لله طيبين. يبغون وفاء. بالله بالله وش وش شعوركم وانا خالكم؟ شعوري انسان. لا بالله لا بتحس انك انسان؟ طيب اذا ارفضه؟ ارفضه. طيب وش شعورك وانا خالكم؟ بالله بالله لا سولف صدق فضفض في ناس هنا لازم تسمع. والله ما اعرفه. ايش شعورك وانا خالكم؟ ايش شعورك؟ الحمد لله. ايه وانت؟ ماني طيب. شو تقول؟ يقول ماني طيب. شو تقول؟ ماني طيب. الحين؟ حتى باقي. الحمد لله طيب. الله يطول عمرك. خلينا نطلع معنا. بالله خلصتوا المبدا ها؟ كيف حالكم؟ انا ما اعرف اسولف مع صغار. حتى انا. لا ما اقصد ما اقصد والله. والله ما قصدي والله. ما اعرف اسولف ما اعرف اسولف. ما هو عشانك اطول مني يا. انا اطول منك. معك ما يحترمون خالك يا ولد. خالك انا تدري كم قد لي خالك كم عمرك؟ عمري 13. يعني لي 13 سنة وأنا خالك. يعني خدمت في خدمت في إني خالك 13 سنة. يعني المفروض إني أترقى الحين أصير جد. فهمت؟ ما في ما شاء الله تسلك لي كذا ما نبغى. واضح إني ما أعرف أسولف يقول ما شاء الله. يا جدي. الله يطول بعمرك. من تبون ندخل معي يا جماعة؟ من جوالي. آه. تبث انت يا وليد؟ لا. وانت تبث؟ لا. طيب وش وش امنيتك اذا كبرت؟ اصب لي شاي. شاي؟ ما في الا هذا. روح دقيقه خلي خلي. لا عادي 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 تعال كب لي وصب فيها. روح روح جيب لي موي. الهيبه. انا ام البله. أنا مثلا شكلي ما عاد بروح الرياض. شكلي ب... شكلي برقد عندهم كل يوم أقعد صب صار. أمزح لا تجيب مويه. أدري. لبك أنت. شوفي على الخاتمة. يا نوم عيني يا نوم عيني جعلك في الجنة. جعلك قم. ان شاء الله انك شوف يا اخي ما يقول يا اخي ما يقول يا اخي يا جد لي 13 سنه وانا خالك تقول لي يا اخي يا جد ها خله خله يقول لا الكبير استغفر الله جوي جوي طبعا هذا احس انه اذا كبر احس انك بتصير هكر اذا كبر تشبه عليكم عليكم السلام هلا هلا سهلا كيف اعرفكم ضيداني ضيري يا اخواتي اخواتك والله نعم شو اسمك شو اسم اليمين شو اسمك انا ايه اوه وليد ونعم وليد خالد الجمع بندر عليك بندر شفت بندر ذا بندر بندر ايوه هذا بيصير رابط هذا بيصير رابط ايه وهذا هذا وجه وجه المهندس ولا ام سبراني وانا عاطل باطل طول حياتك حياتك على التوب انا عندي رد يلا دقيقه يلا ادعو اثنين ثانيين بسرعه يلا الدور ثانيين ايه
ها بنتين بنت تنبع زياده بعد يلا هيا طيب انا سيبك خلينا نسيجي طيب يا جماعه شحالك يا ضدان والله بخير الحمد لله اخبارك انت طيب تعلم ضدان سم انت من الرياض دي انا سبيك خمعنا انت جربت تصير خال السلام عليكم لا لا الحين هلا بالشيخه هلا بالشيخات هذا ضيدان من ذا ضيدان المطيري مطيري في ذمتك ترى وجهها هذه ذكيه واضح انها بتصير مهندسه اللي مش اسمها ايش اسمك ديم ان شاء الله واليسار لارين لارين الحين بيقول لك هذه بتصير دكتوره وهذه خلاص اللي مين بتصير ايوه اشوف وجهها في البنك تشتغل لا لا على كيف ما ابغى اصير بالبنك اللي صار مدرس اللي صار مدرس وانا خارج في القرارات قراراتي لا تع لا تع لا تع اي والله حلو تعال قراراتي لا تخليني كل من هب ودب ها مش تبغى تصير سلام يا نظاره بندريتا لا تبغى تصير بندريتا مدير اعمال بتصير خاصة طيب مدير اعمال وش تصير مدير اعمال توظفين خلينا تصير مدير اعمال بلاش عاد الله وعمالك عاد الله يا جال رزق بيد الله يلا طرفتك انت ايش بتصيرين؟ ها؟ ايش بتصيرين اذا اذا دكتور اذا مات ضيدان ليش اموت انا؟ لا لانها بتكبر هي بتكبر انت خلاص خدمت في الحياه واجد يا ضيدان ترى طيب انت كم عمرك؟ كم تتوقع؟ 19 22 انت اكبر مني في ذمتك؟ أنا 18 درجات خلت 16 آه أطول منك عرفت 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 الليفل ذا تكفى تكفى علمنا كم صدق صدق والله كم عمره؟ لا بدون والله يقول عمره 18 أطول منك لكن أنا ظاهر من دفعة أصومي وليد قل لي احترم اللي كذا يرقد يصحب قل لي احترم تقول تقول احترم خاله ليه؟ أكبر يقول أكبر انا المشكله اني خال عرفت و... عمري عمري الصدق ما عندي حل عمري انا ما عندي حل عمري صدقي 29 عمرك اي ما شاء يعني احترمني انت وش اسم اليمين دي لا لارين انا لارين ودارين احترموني كلكم ثلاثه دقيقه دقيقه لارين ودارين اي ديم ولا لارين ودين نظام تكتب الاسامي هذه اعرفها انا اليمين لارين والله المره ذي بمشي لك حب وكرم كفو عشان برعانه المره تلقاي والله اللي علي شان اللي لا اطبع والله العظيم اني امسك وجهك اخليه يلصق في الثلاجه يلا يلا سب سب يلا سب سب عادي ما سبيت ما سبيت ما سبيت يا غبي غطي عيونهم عشان ما يسمعون لا هم يشوفون ممكن يلا هيا عندك بالله بالله قد صرت خال انت لا طول عمرك كم اللي ذا ها شو تقول كم ما قلت سويت كان ها اقول قلت سويت انا اوكي لا طالت كان اوكي لا نستاذنكم كان بس جميل شكرا للدعم اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده ايش اثنين زياده ها اللي بعدهم يلا يلا اللي بعدكم يلا لا 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 ها تبون خلهم يا قدام عشان البنات ها ورايح قبل شوي كف على وجههم قام عشان البنات جلسوا البنات ايش اسمه الاطفال احباب الله انا بغيت اطرفها بغيت اطر نفسي بغيت انحضر بغيت اصير ايوه علومك يا حي ان شاء الله كلهم بنات اخيك كل ذول بنات اخيك بنات اخيك مطيري بتقول اخيك هذا طال عمرك ابن اخي ابن اخي حط فيها ممكنه لك سعود اسمه دقيقه الحين سعود الحين ابن اخي يعني ولد صح ابن اخيك بنات اخيك ايه ابي جا ابي جا ابي جا ولد اخته ايه خلاص خلاص وصلت خير مع ابن اخيكم بنات اخيكم بنات اخيكم ولا ايش بنات اخيكم اخي ايش معنى بنت اخيك بنت اخيك بنت اخيك هذول بنات خواتي نعم بنت اخيكم انت اخيك انت هذه مش تبه ولا مدح بنات اخيكم ايه يقول بنات خنين
هو عنده 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 خنه ذي اللي الخشمه رطبه خنه خنه ما فيني خنه انا ان ان الحين كم عمر اليمين كم عمر اليسار 9 كل كلهم 9 ايه رقم ليفندوسكي هذا من عمر هلا هلا رد عليه ردوا رد عليه ما تبيني الحين اتوقع ان شاء الله اللي يلبس مركزين على اهدافهم هم مركزين على اهدافهم داريين عمهم مطفر خالهم مطفر مركزين فوق بالدعم لا تحت الله يعلم السد انهم كنت الله يعافيك ود انا حسيت بشعور لا الحين اسمه ابوبه وامومه الخال ويش خلوله ولا وش ها لا موتوا ها انا قاعد اسولف مع نفسي اوكي اوكي حسبي الله عليك تسمعني قدام يعني طيح حبيبتي ولا وش خمني انا قاعد اشو اكلم كوره كلم ما عليكم هو كان ما يسمع كان يعلق عنده وانا خلاص كان يعلق كان يعلق ها ها امومه ابوبه الخال ويش كفو ارحب يا العظيم ارحب ليه ارحب تقولين كفو فزنا عليكم فزنا عليكم فزنا عليكم طيب دقيقه دقيقه نجح سالفه خوي لا جواب ولا طعام ولا كلام ابح حكم على بنات الصغار وش حكمك وش حكمك ايه يا وش قلتي قال لي حط اقلب اقلنا ضحك راح ليش هذا وقت القبيلة؟ دقيقة بحكم بعد بحكم بعد صار كلمة واحدة شنو؟ جعفر اسمع الحكم اسمع الحكم تبين دقيقة هو على شبك تبين لعب ثانية لعب ما تبي أحكم أبحكم أش أبي بنات الصغار الحكم الأول طقون خالكم لمدة 5 ثواني تدري إيش تقول؟ تقول حط عقله بعقله الحكم الثاني تتنمرون على خالكم كل شيء على خالنا يا ويلي يا وين انت يا وين انت الحكم الثالث تكسرين نظارة خالك ها نظارتي لا خلاص نظارتكم لا اكذبوا عشان ما يظهرون اسمع اسمع كل واحد اسمع عشان بعد كل واحد من لاريين وديم كف حلو كف يمين كف يسار بوس يمين بوس يسار ليه لا يا غبي معليش هو هي وراثة الغباء عندنا ناسين حق علينا يلا الطموني كف يا لا على الطراق انت الطموني وانا خمني راح يا ما نشلنا راح روح الطموني يلا طقوا خالكم والله هلطمت يلا باقي الثانية يلا باقي الثانية حكم رابع لا كذابة اقل شيء رصد كذا دقيقة خلني نفذ حكمك هلطموني انا بسوي اني ما شفت روح يلا لا يطلع صوت اهم شيء يطلع صوت طرق يعني طرق مو قوي لا 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 طرق كذا هلطمو عملنا شلنا هلطمو هلطمو لك تضحكي عليه قدامي طقيه شاورما ارحب شاورما جبن خلاص الثاني ما نفذ اليسار نفذ عشان الدعمين يلا الطمي اي خالي انا ابغى بعد البث الدنيا لطمتني يطقهم لطمتني الدنيا من زمان اي وقت انا على الملطام يا يطق العبس انا قالوا لي كومنتات النايف رفيدي مع بنات اختفى انا جيت اوطد العلاقات واخرب علاقات اخلي بيتكم يتشتت انا شكرا لك استاذ نايف اشوفك على خير الله يستر عليك يا سعيد كيس هلا هلا ترابا ما لطمتي وانت ها واجد وقال واحد انت سويتي كذا
خلاني نسوي ذاك اي انت احسن مره وانا اقول لا من اللي حسبه طيب لا سوينا كذا لا انا سويت كذا يعني كذا باقي لا تطول سوينا كذا ولا كذا بدي لا كذا كذا بس مسح والله سقوها عليك يا ضيدان معلش انتم طيري لكن سقوها عليك هم يوم قرم طيري قالوا لازم الحين ندخل دخل قحطاني ها؟ دخل اسامه تبون ادخل ادخل مع قحطاني؟ ايه نوم عيني نوم عيني يا الحماية اه لولا الحماية ويش فرق الريجي صح؟ ربك ابشي اذكر الله يا جماعة خلونا ندخل بناخذكم على اثنين اثنين فهمت؟ هم بعدين انتم بعدين من باقي من باقي؟ من باقي على ما انت احنا مشاري والدحمن وبندر خلينا يلا ادخل معك حطاني بس عندنا جوله واحده بس ادخل معك حطاني بعدين ادخل مع من قحطاني تبغاني ادخل معك قحطاني دوروا لنا تبغون سعود القحطاني لا معليش يا ابو محمد حبك ونعزك ونغليك ما نبغى نحكم خلف القحطاني تبغون تهزمون خلف القحطان؟ نهزم خلف القحطان، من تبغون زيادة؟ ما لعبنا جولة حنا اليوم، حنا اليوم نهزم العالم اللي هنا كله ليه؟ خالد جولة واحدة ايه خلاص يلا روحوا بعدين، بعدين ترجعون يلا طب بس لا تدخل الحين ما نهزم يلا يلا حنا خلف وليد من اللي معك؟ مشاري من؟ محمد بتمشي أنت؟ والله الله يستر عليك تعال تعال ودعم تعال ودعم تعال قبل قبلكم قبل ما تدخلون يجي وليد ودع وليد بيمشي يا جماعه وليد بيمشي اه وليد والله ما قصرت انا خالك حب راسك الله يطول عمرك تعال قل لهم كلمه وداعيه وداعيه تهز ظلوع ايش ما عجبك صوتي ما حلو الله يحل ايام يلا توصي شيء يلا مع السلامه الله يسلم عليك ودعت كلا انا وانا بغيت اقول وانا اخوك وانا خالك حي عيونكم وصلنا مليون الورعان راح ما لها داعي مشاري الحين بيجي يلا هيا السلام عليكم بدايه السلام عليكم ارحب ارحب هذول استحي اقول ان خالهم اي والله ايش حالكم الحمد لله طيبين بالله وش تبغون اصير اذا كبرتوا انا كوره لاعب كوره لا انا قلت اه اصير اصير انا انت ايه استاذ وانت ايش تبغاني اصير اذا كبرت يعني استاذ علوم بتي استاذ علوم اوكي وانت مهندس كيمياء مهندس كيماوي مهندس كيماوي معروف هذا تخصص في جامعة إكسفورد صح؟ صح يلا بصير مهندس كيماوي ومدرس العلوم هو كلها أصلا درس العلوم يستعمل الكيماوي صح صح لا كذب صح نجحوا كذبتي وش بتصيرون أنت إيش بتصير إذا كبرت؟ مهندس ولاعب كرة لاعب كرة هذه تدري إن المجتمع السعودي كل أبوه يقول بصير لاعب كرة أنا زمان كنت بصير لاعب كرة بس كنسلت يوم دريت إني انك ما تعرف تلعب ايوه وانت يا مشاري ايش حالك الحمد لله طيب طيب الحمد لله الله يبارك كيف حالك اللهم امين اللهم امين وش بتصير اذا كبرت مهندس او لاعب كره مهندس ها كلهم يبون يصير لاعب ايش رايكم اصير مدرب بما اني ما اعرف العب تجيب العيد تكتيكات انا ليه طايح من عينكم انا ابغى اعرف صير حارس مهاجم ومهاجم حارس لا انا اوكي غبي بس مو بهذه الدرجه جمع كور لقط من هو انا ايه يلا يلا انتوا قليلين يلا 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 انا ليه طايح من عينكم أنا ما شوف أني ما سويت شيء هم حقني يقول تصير طرد كور هم حقني لا تهريني طايح من عينهم وأنا سايق نمها على أني ال مشكلة يلا أخواتي واجد ف
فالحين الكومنت كله اسامي. السلام عليكم. أرحبوا. يلا اثنين الجدد حياكم الله، كيف حالكم؟ جيب السماعة تعالوا. هذولا اكثر اثنين فاصلين في الجروب. ليه؟ وش مو شبع عادي؟ فاصلين. فاصلين تدري ايش يعني فاصلين؟ تعالوا ارجع ورا، تدري ايش يعني فاصلين؟ ايه وش يعني؟ يعني ما يروح البث. لا انا هي عاد ابو الديطان الذي يعني ايش؟ انت بيجي دورك الحين. بما انك ما تعرف ايش يعني فاصلين، ليه قلت افا؟ اني انت قصدك اني انا يعني ما برجع البث. يعني لا فاصلين يعني يتخبلون يضحكون يعني جوكم فنان. تدري وانا يوم كنت في عمرك اني كنت ارد القوم. ايه تدري كنت خيال امسك الخيل. ايش النظره ذي؟ واضح انك مكذبني من حتى انا حتى طايح من عينك صح؟ عبد الرحمن وش رايك في اسعار البرسيم؟ حلو يسال الكل ما ادري هو اطلع دورهم بعدين انتم دورهم هم كانوا برا يوم جيتوا انتم بعدين كانوا وش فيك وين تروح؟ وش تبغى؟ يلا ها ليه عيد شيء قوي. تعال شاورين. يلا قولوا دقيقة قولوا لا 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 لا. أنت قول دقيقة. أنت قول لا 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 وقف. لا 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 لا. أنت قول لي 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 لي. إذا قلت واحد اثنين ثلاثة قولوا أسوأ. واحد اثنين ثلاثة لي 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 لي. لا مو بس. يلا خلاص لا تطردنا. ما طردتكم أنتوا اللي مسخرتوني يعني شوية. معلش مزح شوية. نمزح شوف التعليقات يقولون يطلعوهم والبنات يقولون خلوهم. فجر ها ليه البنات خلو؟ تدري ليه؟ لأن اللي يكتب خلي البنات بنت، واللي يكتب خلي العيال ولد. كذا صادم. أجمع لا تقولون كذا. خلاص روحي. أنا أشوف التعليقات يكتبون كذا ما يصح يا جماعة. لا تكتبون شيء. شوف كلهم خلي عيال ايوه حنا عيال. ايوه شوف ليه زعل البنات الحين ايش اسوي؟ حنا عيال. اطفي البث. لا 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 خلاص بعدك تجي. يلا لا 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 سو كذا انا خلاص. يلا لا 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 حالك. شوف كلهم يقولون نبيهم كلهم. ها؟ يقولون نبيهم كلهم. يبيهم؟ أنتوا ورعان يا جماعة. تكتبون نبي بنات. يعني يزعلون العيال. تكتبون نبي عيال يزعلون بنات. إيه. يلا. وش بتصير إذا كبرت؟ أصير لا. أكبر. لا عرفه. ليه؟ بيزعلون. وش تصير؟ أنه هي دعنا أبو الطيطان هذول ما يصح ندخل معهم دولا. ايش اسمه ام محمد ام سعاد ام مدري من هذول مصريات يعني. اذا دخلنا بننك بنقعد خمس ساعات. يلا وش بتصير اذا كبرت؟ لا قلت لك لاعب. ايش لاعب؟ هلالي. لاعب هلالي. اوكي تدري وانا خالك اني كنت ابغى اصير لاعب زمان. صد؟ اي والله. وليد كان لاعب زمان بس لكن اعتزل. من هو وليد؟ كان عنده ورا. وليد اخوك؟ ايه اعتزل. هو كم عمره؟ 13 صح؟ لا طبعا سبحان الله. وليد كان لاعب واعتزل يوم صار عمره 13. بيضة الله وجه ما قصر في نادي نادي ايش؟ ايش فيك انت؟ كان لحظة تدرك. كان عمره 10. كان عمره 11. اعتزل وعمره 11. بيضة الله وجه ما قصر صح؟ عزيز يا اخوي. زي رقم أخوي. زي رقم أخوك. إيه. الله يبارك. 11 هو. أنا بصير رقم 7. ما نادر. أنا 7 بعد. أنا زي. كلكم تصيرون 7. إيه والله. أصلاً حتى أنا كنت بصير لاعب بس إني
ما أعرف ألعب. أنا أعرف ألعب في أسحب في الناس. تعرف تسوي دبل مقصي؟ أيوة دبل مقصي تعرف؟ نايف. شو تمس؟ أيوة كذا من كبري. أعطيت لارين كبري. أعطيت عبد الرحمن كبري. والله. أقبل. لا. عشان تسولف مع الناس. ما عرفت وش. لا تطرفني وأنا خالق. يعني أول قبلت أنت هو يدخل معاك بعدين يكلم. ليه يمكن يدخل عندنا بنات ما يصبر. صح؟ بنات؟ لا تسوي إنك ما تدري إنك سبايك. لا تعطيها وضعيته. بنات وش فيش يعني بنات استغفر الله. لا تعطيها وضعيته. زي إخوانك. بس لا بس رجال يا مع عندنا كذا إحنا. صح؟ إيه. بس لكن في بث كل يعني عادي ندخل مع بنات. لا. رجال يا غدي رجال. ما عندنا. لا أحد يدخل معنا يتحدانا. من تبغى؟ أنت اذكر اسم. تبغى ندخل مع خلني أشوف من اللي متصل. لا تقرأ ولا شيء. عارف هذه. طرفني. لا. لا تطيح الشاي. لا تطيح حتى بطاطا بحبي. بطاطا. أنت من زمان تدرون أنت كنت تتابعني. كنت تكبس. وش كنت ترسل لي؟ أنت تقول لي اليوم جيب الريموت. أقول لك تعرفني بس. كنت ترسل لي تقول تعرفني. أنت عرفتني. يوم كنت أشوفك تكتب كنت أقول معقول هذا هو. نايف. الريموت معلق في الجدار. كابتك. يتابعونه. في الجدار. هذا تابعونا ترى. من هم؟ أهلنا. أوكي بيع زيادة يا أهلنا. إيه قل له سامي ما عاد. ما قلت طفل النور. شغل النور قدامنا ناس. شغل النور جدي قدامنا ناس. الله يمسك بالخير. إيش حالك؟ قدامنا ناس. طيب إيش النعم؟ قدامنا ناس. النور ليه طفيته؟ قدامنا ناس. ما أبغى أقول قول هلال قول نصر سهلين. روح افتح مكيف والنور. قشرت يدي. ليه؟ أول جت الحبوب وتعبت قاعد أقطعها بعدين راحت علي الحبوب بعدين انكشرت اللي فيها حبوب. ما الله يا الله أشوف وينها. صبي دم. ما في. الله حلو. بسم الله عليك. هذا اللي كبرت تنساها طلبك. نبغى الناس يطلبون. تبي ناس ترى هذول كلهم اللي يكتبوا الناس ترى. خلوني أشوف. المشكلة ما تعرف تقرأ. ألا أعرف. والله. إي والله بس لكن ما أشوف زين. يلا أقرأ. ما شاء الله. أقول ما شاء الله. ألو معاه. بدري هي تنزل. أقرأ أنت. يعني قال تنزل. ما تعرف تقرأ. كيف ما تعرف تقرأ؟ هو كده أول الورق. طب ليه ورق؟ ليه تصرف عليه؟ هو صغير. يقول لك أنت الورق. أنا أكبر منك أستاذ. يقول لك أنا أكبر منك. يا صغير. ما تجدع على راسك. يل أنت جبهتك الكبيرة. لا يقول جبهة كبيرة. يا صغير الدائرة. صغير الدائرة هذه قوية. يا وجهك الكبير. يا وجهك الكبير والله لو أني بدالك. يا كورة وجهك. يا كورة. أنت وجهك. دايرك اخضر لونه اخضر كانه وسب. وسب اخضر وجهك دايره ترد عليه. يعني انت تعال هنا. ها رد. ايش اقول؟ رد عليه قول وجهك كانه وسب. قول له وجهك كانه وسب الباب. وسب الباب ده معروف. وجهك مربع طويل ينفتح. خلاص يجعل ربي يوفقك. يلا هذا الثاني. عارف هذه بدينا حبتين. يلا حبتش الراس. احتريت انا. تضرب يا
والله الخلولة صعبة. السلام عليكم. هذا أفضل لاعب. لا ماني أنا أفضل لاعب. إيه. إيه أنت أفضل لاعب. صبر حياكم. أفضل مدرب. عجلة أنا تقول لي طرد كور؟ لا لا. أنا ويش؟ أنت مهاجم زي الظاهرة. أنا ويش؟ زي كريستيانو. عقب. عقب ويش؟ كريستيانو أفضل لاعب. كريستيانو أفضل لاعب. ها؟ حسين أفضل لاعب. أفضل لاعب نايف الرهيب يا خبر. السنة. أما كريستيانو حاطة هنا. أنا حاطة كريستيانو من يوم عاد أمريكا صناديق وأنا حاطة كريستيانو من ذيك السنة. تدري ولا لا؟ لا. والله إنها أيام. يا جماعة. أدخل مع اسم الكبير. يا جماعة. تبون العيال؟ ادخل مع اسم الكابتشينو. هاي جماعة. ادخل مع اسم الكابتشينو يبس. اسمه الكابتشينو. ايوه. يبس. اوه يقولون ايه لا. ايه لا. ايه ايه لا. ايه لا. وش انت اللي يقول ايه ولا لا؟ شوف لا. لا. عشان نسبته اكبر. شفت اللي كتبوا لا؟ شوف يقول لو. شفت اللو. اللي قال لا؟ بنات اللي قالوا ايه عيال صدقني البنات يبغون البنات العيال يبغون العيال اول البنات اي طيب وش ها اللي قولي ليه طولت البنات ترى قاعد ربع ساعه انا قلت بون العيال ولا لا قالوا ايه شيك شي في ناس يكتبون يا ايه ايه لا ايه لا عادي تبون العيال؟ شي يقول إيه؟ أيوة شي. إيه. شو تقول له إيه؟ إيه. إيه في اثنين ثلاثة يقولوا لا. اللي قال لا ما يفهم. ألقم أنت يا. طيب وش قولوا لهم كلام ما عليك من الكومنتات يلا ما عليك من الكومنتات قولوا لهم كلام الله يصلحكم اللهم امين هذا يا عني اجلدوا ما عليك نجلد اي وش تقول للي قال لا اللي قال لا هذا يطلع منه اطلع يلا واللي قال ايه خلك اللي قال لا زي ميسي متخاذل يا متخاذل يا مليار اسخط على ميسي يعني الظاهر اني برقد برا البيت ما دخل يلا اللي بعدكم ما عندنا يلا ايه انا ابغى صغير اديك ما بعد دخلت تعالي ادخلي معي تعال لي ترى لا امنا يا دعاد ابو الطيطان الذي متقطعت طيطان يلا وش تقولوا لهم وش تقولوا لهم اقول انا ماني هناك احلى خل ما انسى امي قلت لي انا يعني ام الشيطان تقول نايف احلى خل ما انسى وانت وش تقول له شي بيقول تجنن وانا احنا لا ليه لان لانك انت بنت انت رجع اوه دقيقه خلني بيتهاوشون اوه يقول لك انت بنت شوف شعرك شوكش اوه شعرك راسك براسك اوه جبهتك كبيره كانها صبوره اخي الا انت ليش شوف خشمك هذا وش جابك انت وش اللي وش جابك لا وش جاب هذا لا خلاص لا عيب يا جماعه الله نحترم بعض ونقدر بعض وحنا طب عادي اطلع في الشاشه ها عادي اطلع تعال هنا اجلس واسطه انا مو اجلس انت رجع بس اجلس عشان الكاميرا اوكي ما تغطى علي وانا خالد هنا بلا يلا خلينا نشوف خلاص كيف ايه خلاص كيف شعرك كوش شوكش خلاص لا يا جماعة دقيقة الحين أنتوا تقولون شوكش صح إيه طيب شوكش يمكن يتابع الحين ويزعل إذا زعل وش نقول شو بيجيب عندنا علموني شو شوف حبة خالد شوف إيش تقول دي مش إيش تقولين راضي هذه النوع هذا عن أبو الطيطان الذي غطي راس بندر انت ما بعد جيت ها تعال هلا شكش يمكنه موجود يا جماعه لا والله صدق اذا هو موجود ايش نقول
وفا نايمة خلاص. شوف انت انت لا تقرا مو باي شيء تقرا. اكبر ايه ما طولنا قاعد جيت مرتين صدق ما لعبنا جولة نبغى جولة حتى اللي قبلكم ما لعبنا جولة. يلا 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 شباب يلا يلا اللي دخل اللي دخل يطلع كلنا دخل. ايوه ايوه بيعني بيعني وانا خارج. طلع طلع ايش باقي في خبايا عادي. يلا برا برا ها برا برا ها بيعني وانا خارج اطلع دور بنات. ايش خلاص يلا يلا بنات ما شاء الله يعني اقول انقلع يا ود. يلا 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 نايف دور البنات دور البنات دائما حنا العيال مظلومين يا والله. شوف ما يتذكرون اسمي ايش اسمي والله حنا العيال مظلومين. شو سلم ايش اسمي ها ايش اسم ذا يا جماعه خلنا نذكر ها حنا ما راح وليد 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 طيب هذا ايش اسمه بندر مصطفى شاري محمد ما ادري بندر 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 بندر. طيب هذا حد يعرفه؟ لا لا بندر غلط. احمد احمد محسن مين مين احمد محسن اي عبد الرحمن عبد الرحمن احمد احمد الرحمن احمد زميلي زميلي عبد الرحمن عبد الله زميلي طريق جبان عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن انت مبين مشهور انت ضيفوني ضيفوني نايف مصغر ها يا يقولون نايف الصغير. طيب هذه هذه عرضت اربع مرات يجي يسألون وين أخوك توم في الرياض ممكن ألمان وش هو مو بتوم هو جاء بعدي ب أربع ساعات خمس ساعات أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات لريم 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 ها يلا خلاص دزي أمها يلا يلا دورهم بعدين انتم خلاص انا ضروري انا ما ابغى اطلع من هنا زعل والله ودي اني قفلت من امس نبغى جوله نبغى جوله نروح انا يلا نبغى نروح اي نعم ها يروح ولي يا اخي ايش يبغون يا اخي جو ثلاث مرات لا لا ما في يطلع ده بالدور يلا يلا بتروح لا ما جابوه ها ما جابوه روح سيارتك المول جوله خلوا خلونا خلونا خلاص ما عليكم لكم هلا بنروح يلا ها بنروح ليش يلا لا بنروح قول لهم قول لهم كلمه كذا وداعيه وانت رايح هذا اللي انت بشاهدتك بتك بتك الله يرحم امك الله يرحم امك مع السلامه بس لا ليش ليش قول لهم ودعناكم الله واسروا على ما واجهتوا قول قول ودعناكم الله واستر على ما واجهته قول له كذا ودعناكم انت انت ما قلت شيء قول ودعناكم الله واستر على ما واجهته تعال ماشي ودعكم الله قول ودعناك الله ودعناكم الله واستر على ما واجهته طحينة لا عادي قولها تعلم ودعنا الله استر عليك ودعنا الله يستر عليك ودعناك الله يا الله يا خد ملك دعناك الله دبك عبدك مع السلامة الله يسر أمرك تعال مع السلامة مع السلامة احنا بدأ خلاص يعني ميديك بس يلا يلا بس بكرة بنروح السلام عليكم السلام عليكم بكرة بكرة انت حط الجوال بالحوش عشان نلعب كورة اي شيء ثاني طال عمرك اي اي شيء ثاني طيب يا تحط الجوال في الحوش ونلعب اي طيب في شيء ثاني غير هذه الاوامر لا بس ابشر هو لي معاملني كانه خالي لاحظتوا ها لاحظ حبيبي لا تصيده انها عنده حكه عنده حكه ايه آه. احنا برب يلا على بيتكم يلا على بيتكم السلام عليكم آه. باقي باقي البنات الحين دور البنات دور البنات ها
شوف 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 سلم عليك. يعني بتروح خلاص؟ ايه تقول بتروح؟ ايه دقيقة هاته 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 مرة. طيب ما أباك تقول معي. طب أبغى أشوف تيك توك. تيك توك روح عند السم. عند حسابي؟ أبغى أشوف بس. ليه؟ بس إنك بتروح أنت أنا حجين. طيب بس. هاي يقول لي يقول لي يلا رحنا. يعني خلاص خلاص مع السلامة مع السلامة. بتخلوني. مع السلامة يا نوري. والله ما كنا تخلوني عادي بنرجع. كيف بنرجع؟ انا انا خايف. ما تروح ما تروح عادي اروح معكم. ما تروح ما تروح تجي ابي بروح بكره. اسمعني الحمايه المتكامله بلس بكره يعتبر خيار مناسب. تجي بكره عادي اروح معكم. فك فك الرجاء فك عادي اروح معكم. ايوه والله 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 اني اخاف اروح لحالي. والله اني حبيت انا عدو الحزن وانا عدو الفراق في ليلة كانت الاحزان حمل ثقيل يا صاحبي والله ان فراقنا ما يطاق الهم من يوم طلعت من بزنس كنت تقول ايش تصدقون القستات ما هو قاعد يبس ضبطهم مع اي احد انا بقول لك انا بقول لك يلا اختار شوفي اللي عنده هنا رصاصي ما هو ما نقدر اخذ يعني بها هذولي دقيقة خلني أشوف لكم أشوف لكم لا لا عندك اسمعوا وأنا أخاركم بقول لكم شيء عادي عادي نصارح أنا لازم أصارحكم والله والله لازم ألعب وأدعب أدعب أبوكم أتب أتب أغلب ألعب أدعب أغلب أنا عادي ما أنا بصارحكم أنا خالص. لا ما هو لازم تقرين. ألف. بقول لكم شيء وأنا خالص. تدرون ليش؟ أنا خلال مسيرتي معكم يعني في حياتي الحمد لله أنا صرت خال. أنا صرت خال. لاحظت إنكم تقرون أي شيء في خاطر. يعني إذا الخاطر شيء تقولين ليه؟ ناطري ليه؟ ما بس على كيف ما بس علميني ليه؟ كذا اسمعوا أنا خاطركم هذه نصيحة نصيحة الدهر إذا خاطركم شيء إذا خاطركم شيء ولا تقولون شيء لا تقولون خلوا في خطر لا لا خلوا في خطر طبعا اقول لكم شيء عن ديم قبل البث بدقيقتين ايش صار لها اقول خلونا نشوف من ندخل معه واحد وشكل لا ليه ليه ما تحبين طيب طيب خلاص خلاص طيب حبيبتي انا قايل لك لا تقولين اي شيء بخاطر مو بعشان عشان ما اتطرف انا عرفتي تحطيني بموقف سيء فكين ما عاد بصبع قلنا بنت خلونا نشوف لكم من ندخل معه ها؟ بابا تبغين تبانين؟ شريب السعد وانا اخو منير شريب السعد يا بنت منير لا
لا تقرون اي شيء. ايه لا حد يطرف احد. ارحم والدي والديكم. طول عمري وانا احاول اني اجاري الحياه. طيب دخل واحد الحين قعدت له دون ادخل وادخل مع واحد مشهور. من؟ اي اللي يكون فاتح اللي يجي من ناحيه. ها الله يسعد قلبكم. وايش حالكم طيبين؟ وينو يود عود ابو خلت سالي الم. أنا إيش قايل؟ أنا قايل لا تقرن صح؟ قايل لا تقرن. الحين خالد سالي يمكن يزعل يقول آه ما يحبوني. لا. الحين أنتوا طرفتوني مع دقيقة طرفتوني مع شوكش طرفتوني مع خالد سالي ما عاد لا تطرفوا كذا تخلون العالم كله خالد سالي ما يحبون الناس. خالد سالي ما قلت له شيء كتب الناس خالد سالي بين قالوا أنت أخوات قلت لا. صرفتها قالت أنا قصد أنا جاوبت على سؤال ثاني. ايوه حبيبتي ايش تبغين؟ يلا 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 ما ادري انا ماني داري ماني مسوي شيء. يلا هي في خاطر من زمان تدرين كيف تضغط؟ لا لا وش؟ تعرف؟ لا لا ايش؟ من ذا؟ عندي اخو؟ لا ورا ودرس يقول عندك اخو شافت اسم فيصل اخوي عندك اخو شكرا والله بيض وجهي والله اني ما كنت ادري الله يعطيك العافيه يعني لو لاش كان يبغى اخوك يا صبي بغى يدخلون اها ونين عندك اخو بيض وجهي انا ومعاي مرينا ادخلي معها لهذا ما ينزل تراكم علقتوا البث ادخلي مع هذا هذا والله اني ما ادري انت بتطرفوني يلا لا هم شافوا اسمه كذا ملفت قالوا ادخلنا رفض طيب اختار واحد ثاني يلا اللي فاتح من تفضل تفضل هذا عامر مو عامر انه هذا ابو التطاول لا داعم عامر مو عامر داعم اودكم والله الظاهر اني نهايه السهره بضربكم تعال ما نسيت ايش اسمه؟ هذا اسمه سلطان سلطان حرف الطان قصر بشيء هم ارسلوا له يقولون نبي واحد مسرس ارسلوا واحد تبون انس يا جماعه؟ تبون تعرفون انس المطيري؟ عامر ايه عامر المطيري عامر المطيري؟ عامر مو موجود ليه؟ من؟ ليه ما ادري هل انا امه؟ انا ام عامر؟ سؤال اليوم هل انا ام عامر؟ لا اوكي يعني ما لي دخل ادخل مع انس ترى ذا عدد اللي عنده ها مشهور شوف هذا مشهور هذا لا خلاص يلا تعال قبل ما تجي نم انت اعطيني بوس هي دعاني بغوا يطرفوني خلاص روح كبسوا وانا خالكم يلا كبسوا وانا خالكم خال على الفاضي ليش اللي عنده ها يدعم ابغى يطرفون يدخلوا على يدخلوا على ناس كبسوا مرسلين واحد ليبي هو بينطب ايش سوى شنو هذا رحب يا اف جماعه أول شيء عليكم يا الله أن تذكرون الله اذكر الله قولوا ما شاء الله ترى ذكر الله زين حتى لو أن المنظر ما عجبك لكن شيء شفته اذكر الله ما شاء الله تبارك الله عود لسانك على هذه الكلمة ترى أجر لك وربي يحفظك ويحفظ من أمامك لا
ايش عندك واسطه انت؟ لا ها وش ايش بك شو وش تعال 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 وش وش شاوري شاوري نعم من زيادة من زيادة بس هذا ضاري وعايضة زايد بس واحد أخ واحد منهم ليه لأنهم كويتيين تحب الكويت ما شاء الله أهل الكويت إذا ما نزلتوا أسد أنتوا ما فيكم ضاري وعايضة سند مهمة ضاري وعايضة ضاري زايد وعايضة سند عايضة زايد ضاري سند ما يبثون يلا كبس وانا خاكم كبس خلاص تجلس الساعة كم يا حبيبي هذول أطفال لازم يرقدون هذول أطفال أدري أنت طفل ما ترقد لكن هذول هذول يرقدون خلونا نشوف من ندخل معه الليالي طيب ده مش تستحين ليه تبين تجين؟ لا ما تستحين تعال كويتي؟ ليه ليه مسكت كويتي؟ كذا قبل شيء دخلنا مع من؟ مع قطري بعدين كويتي بعدين مراتي بعدين شلدي بعدين خليجي شكرا الله يا جماعة خلونا اقبل اقبل اقصد ها تدرون من تقول ارفض له علم تقول ارفض علم توقعون من توقعون من اللي ارسل وقالت له ارفض واحد بالغلط انا اصرف هذه طلعت من لساني ها وش وين هو يا بعلمهم بقول لهم من قول لهم قول لهم ما تبين قول لهم تعال اعطيني بوش وش جابت العيد واحد ارسل وقال تعال تغرفوا لا بالغلط قلت اعطيني بوش ادخل مع اسمه الكابتشينو لا لا ليه تبي اسمه الكابتشينو ايوه اسمه الكابتشينو بس يا جماعه ايوه والله ابغى الجوال شوف مكتوب سعد العنزي وينه شكله طفى كان يبث خلينا ندخل معاه ايه بس لا تخطون عليه لا تغلطون ما نغلط عليك ما نغلط اسمه الكابتشينو وينه يا جماعه هنا فانزات فانز انتم فانزات اسمه الكابتشينو ايوه والله ايه بروح يسموني تعال تعال كيف فانزات اسمه الكابتشينو ها كيف وش الستور؟ ستور كيف الستور؟ كيف فنزات مال كوتشين؟ ها؟ هذا ستور طبر أنا أنا واهلي داري أنا داري بكم المواقف وأنا أقول من اللي عزز له أوخ وأنا أقول من اللي عزز له يلا يا شبابك كبيت البنت ترحب الرجال يطلعون فن طيب رحب انت وياه لحيتك هذه كبرى لحيتك لهنا ما قال ارحب أنت شفت اللي أنا شفته؟ لا بغي يقرص إيش؟ دخلت مع رجالين ومعهم بنت وقالت البنت ترحب والرجالين ساكتين راحت ما عاد بها ما عاد بها رجال إيه أنا عادي
اشكم اشكم ما يرحب صح؟ ايه منقود. وش اقولي لهم كلمة بالله هذا ولا اللي اللي مش الافضل للبنت ترحب ولا الرجال؟ كل آه. لا اذا رجال يرحب برجال واذا بنت ترحب بنت صح؟ ايه. طيب اذا بنت ترحب برجال؟ ايه. ما عيب ايه. تفهمين لباك انت. يا طيري يا طيري يا ندخل مع ذا هذا حياك الله ارحب نايف الله يبقيك يا صب لي شاي لبك الله يبقيك يلا حيه الله يعافيك هذا يرسم هذا يرسم رياض تعال ارسمني صب لي صب لي لبك لا في شكلك انا مين ها ليش حاطين هذا من جد دعموني يا شباب جوله واحده ها جوله واحده من احكام هذا 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 حمود الظاهر انه دقيقه دقيقه جماعه هذا اللي تحت ولد اختي حمود هو لا 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 هذا ايش بقى ايش ادعي 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 رب الكعبة يا يا ايش ايه هلا هلا ها هو انت وش علمك ليه من انت من انت ها ايش ترى الرياضة دعوه وانت خشينا سوا يعني انت لو ذا هو ولد جيت كذا فجأة كذا على الطائرة طلع بين وجه في طاقيتي تعال انت كيف اثنين هذا كيف منا اثنين هذا ما الفرق منا اثنين يا ريال دقيقة خلني ألبسك نظارة يلا لبسني دقيقة والله هو هو شباب تكبيس يا والله نفس العيال والله نفس العيال كيف كذا ميلة 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 يمين ايه ميلة يمين رحال طلع منا اثنين ذا وش عندنا اسنابات نايف الرفيدي من هو هذا اللي شارج ها ايه والله طلع يشبك خلاص شكرا لك يلا باخذها هذا اسمه الجمع اقبل 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 اسم الامور اللي معك الامور يعني اني ما شاء الله قيمت او شيء هذا هذا خالك شباب وش اسم وش اسمك يا اموره وش اسمك يا عسل؟ آه شباب نايف الرفيدي اس اي جبر المدارية جبر المدارية جبر المدارية يا حمود يا ماتاتا حقونا ماتاتا حقونا ماتاتا اسم المرن اللي ديم 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 شباب تحدي شباب مباراة مباراة واحدة بطلع 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 اللي قلت والله بتطلع انا اللي يقول انا ها كلكم تطلعون كيف حالك لا بلعب انا وياك نايف يلا اطلع اطلع تعال تعال ما ادري واحد يشبه محمد ارفع صوت واحد يشبه محمد الثاني شو الثاني يرسم انا رسام محترم شفتي شفتي شعر شعر شو فيك استغفر الله استغفر الله ما يصلح انا خالص كم هذا عيب اقبل 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 اقبل
لا طلع كورونا. تبي نجح دور؟ لا لا طبعا انا قلت اسف يا جحدور. ابحمتها جبر مداري ما اقدر ارسل له. الله يبيك. كل عام وانت بخير. كيف حالك يا امور؟ والله هذا الاذان يا اسمع جوله دقيقه جوله مسموح فيها كل شيء. دقيقه نايم خلني اسلم على الامور. كيف حالك يا شيخه؟ الحمد لله. شعلومك؟ هذا خالك؟ الحمد لله. ايوه يا اموره. انا خالها. الله يعينك. انا خال الاموره. الله يعينك. يلا تعال تعال نايف جوله واحده مسموح كلش. احس الله احس البنات عسلات. نايف ركز. تدرون هذا كيف؟ علمكم انا شخصيتي انا اعرف هذا. هذا دائما يجي في العزايم. كذا مرزام يكون تحت عرفت؟ مرزام يكون تحت كذا. كذا يكون مع 700 مرزام ويكون شادها كذا عرفت؟ الله كيف حالك يا اموره؟ كيف حالك يا اموره؟ ايش اسمك؟ لا والسروال اطول من الثوب. ايش اسمك يا اموره؟ كم عمرك؟ الله كانك زهره من زهور الخريف. والله انت ورده. انت سمسم. انت لوز. انت مثل الجوز الهند. امي يا اخي نايف الرفيد يا جماعه الخير سبحان الله يعني ادمي غريب اطوار. لا هو مو سبيكر. لا ما 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 جماعه لا كبس قولي لهم كبس 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 نزل اصول. لا كذا كذا خلاص ما كذا نوقف عند باب مسجد. نزل اصول علم الاخبار. الله يعافيك. في الجنوب يا نايف ولا في الرياض؟ والله في الجنوب. يابا كيف اجواء الجنوب؟ والله بخير. كيفك انت؟ نايف ركز يا اخي ركز. والله اجواء الجنوب انها فنانه الصراحه يعني. لا كيف سبيكة؟ لا لا تقول كبس وكبس. اسمع جبر لا والله انك تكرم اني احبك. اي والله ابا والله اسمع يا جبور اسمع شير جماعتك بشير تكبيس لبيه. امر تدلل دام انا وانت حي. طيب تفداك روحي كان روحي تسدك. يا سلام مسكن قلبي والشوارع شرايين. نذرني اشتهيت شاهي الله يلعن بديسك. احسن اسلم اسلم يا تكفى يا نايف دقيقة دق خليني اجيب شاهي. قول ما شاء الله. الله ياخذ الشيطان. قول ما شاء الله. شير تكبيس شير تكبيس. جبت كرايتي تريبل يا جماعة تريبل الموضوع اللي ينسى الوات. لا ترسل هلا على الدبل يا جماعة. أتخلني أشغل لهم شيء. أنا من اليوم ما حمستهم. اليوم إحنا جاهزين. على الدبل. قفل الدبل يا مال الشحن. وين الجوال الثاني؟ أرحب ودوه هنا صح؟ تأكدي أبني لي شاهي يا جماعة. الدبل يا جماعة شاهي. الدبل أخمني له. كيف الدبل؟ كيف الطريق؟ الدبل وين خيال الاطراف؟ وين الربوع الطيبين؟ الدبل يا مال الشحم. قفل الدبل 220 بس يا جماعه. يمديها ولا لا يا بقي شوي. لا 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 يمدي. واو 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 صراحه دروسكم نحزر ليله هل دروسكم. اي والله علمت خبير. الله يعافيك علومك انت. في سفريات في روحات جيات؟ لا. ولكم فيصل المري. ولكم الشيخ. اي بالله في سفريات انا مسافر. انت في الجنوب ديرتك غبي انت مو مسافر.
الله يطول بعمرك. نايف عطنا يا نايف بما انك طيب السلام فقره اسئله ايش رايك؟ تفضل. عطنا يا نايف الموقف اللي ما ودك انه يتكرر في حياتك، ما هو حزين، موقف محرج. موقف محرج ما ودك انه يتكرر في حياتك مع شيرتك بيسألك داكم. انا اعلمك موقف محرج. مرتين كنت في مكان عام، كان في مجموعة واضح انهم يعرفوني. نايف نايف اسمعهم من بعيد، نايف واحد منهم طايح بنات. ايه بنات اتوقع انه عاي. حلو. الوكاد اني انا نظرت كذا بعدين صديت لواحد منهم رافعتني الجوال. تصور توترت، كان قدامي درج، اتوقع انك في اليوك. ها كان قدامي درج وانا متوتر ما ادري ايش هو طلب. اح طحت. هو يتصور فيديو باقي اليومك. شوف يمكن اتابع الحين اليومك، وانا ادخل تويتر كل يوم ارفع ادور ادور المقطع ما القى، ادخل تيك توك ادور اخر 20 ساعه نزل شيء. اكل الحمد لله ما نزل شيء للحين. اذا انت في البث لا تنزلينها الله يجعل بوش فجأة. يعني هذا الموقف المحرج. نعم. وكنت لابس غطرة وعقال وطاحت. وفي عجوز هناك بس منح عليك ماني بانا بان على بان وانا طالع. دقيقة دقيقة يا خالة يا خالة سلام عليكم. عرفت لين ناية. سلام عليكم يا خالة. اخ الله يلعب الجول بايخ يا نايف. الله يطول بعمرك. الحكم الاول ابك ابدك يا قصي ميدات. الحكم الاول اعطيه الحكم الاول. ديم ديم لا ما تصير ثاني حكم. لا يا حلقم حلقم انا خمني خاله نايف يا خبر. اعتزال بثوث تم. أفا يا ديم تحكمين يا ويد على الصدام أنت. خلاص أحكم أنا. لا 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 أحكم أنا أحكم أنت. طيب الحكم الأول ضغط. لا لا الحكم الأول تقول ثوبك. الحكم الثاني تكتب على جبهتك هطف. حكم ثالث ايش؟ قولي قولي تحلك شعرك. ايش عنده ملاحي؟ لا دقيقة ركز. ايه ايه عادي فانز ملاحي. الحكم الثالث عجل علي عشان بدخل معك جولة ثانية برصعك على اذنك. لا انا راح بطلع الحين. ايه شعر بعدين. اوه صح صدقت. يلا يلا الحكم الثالث علمتك حلك انت سوقها. خلاص فك التلفزيون وودي في الجاوية الثانية. الحكم الأول المصطلح هذا غيره عشان ما أحرك للجنوب الآن. أوكي سبك. لا غبي. أكتب نايف لأن نايف سبك. خلاص أكتب نايف. لا بس والله القلم ما يطلع في ذمتي. أجل شوف نفذ طوفنا. والله بشب بشب. ايش رايك؟ لا مو بعلك تحكم نفسك. روح هناك وطالع في الجدار. اذا قلت يا جابر قل سام 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 وارجع طالع في الجدار. تلف الدور خمس ولد دقيقة. يا بيطول جابر لا
نايف. يلا دزمه، انا ما العب مع ناس قلبين ثيابهم. ما ودي ندخل مع ناس اقوياء، لكن بسم الله عليك. وش تقولين ارفضه؟ ايه تبين اما ايه طلعت تبان الله بعض الكلمات تطلع الحال. ان الله ربي عافيك. مرحبا يا غانم الناس. هلا وسهلا فيك نايف. وش حالك؟ من وين؟ من الامارات فديتك. هذا اللبس مو بعماني؟ لا لا، بس انا لبس على كيفي اليوم. طيب ليه احسك منفس على كيفي لابس؟ لا لا والله لا، فديت روحك نايف، انا اخر انسان تحصل منفس في البرنامج. طيب عادي تحكيني عن الاوتفيت. اوتفيت تحت بنجابي فوق كم. لا قوم خلنا ناخذ نظريات. ها والله وش؟ والله ان لوكك يخلي الواحد وده يشوف. لا هذا لابسنا، شوف في مشهوره باكستانيه لعب وياها، فاليوم قلت بلبس حق اوتفيت بنجابي. يا الله انا عندي جوال، تدرون ايش ابغى اشغل؟ والله تصل، لكن ما في جوال. والله لبسك جبار يا ولد، منين شريت؟ ابغى لي واحد تكفى. والله في السوق تحصل نايف، والله تبشر به، تامر طال عمرك يوصلك من الامارات لنا. والله فديت. طيب والله تبشر. طيب جوله؟ نايف جوله صلخ ولا؟ روح. انا حاليا عشان اكون واضح ما في دعمين، لكن يجيب الله. اوكي شو مستوى اللعب اللي تلعبها نايف؟ ها؟ خلها جوله. نايف هاي بنتك نايف؟ بنتك؟ لدرجة شكل كبير سن؟ هاي بنت اختي ضربك. الله يحفظها يا رب، كيف حالك؟ الحمد لله. شلومك؟ طيبة. عندنا اقولك، اذا فزت على خالي احكمه ولا ما احكمه؟ انا خالها. اي خالها، قلت لها اذا فزت على خالي. لا خالها هي مو خالك. لا نحن نسميه خالي، الخال خالي نسميه. يا معليش اسلم معاش. يا نايف اختلاف لهجات يا نايف. والله ما ادري، انا تخيلت اني خالك، ما ابغى، ما ابي والله، والله ما ابي. الله يسعدك يا نايف. لا جوك يفوز نايف، والله ربي جوك يفوز. نايف انت قديم في البثوث؟ والله طال عمرك قديم يعني. لا يعني لي 4 شهور 5 شهور. وقبل هذاك ما يجوا نفس الشباب هذا الباقين برنامج الأولي؟ لا أنا من يوم طلعت من قبل البرنامج وأنا بالسر من هذاك البرنامج الأبيض. لا لا لا، أنت قصدك من البيجو. من البيجو. مو بالبيبيه. لا مشهور شباب عارفه والله نايف يعني. لا لا انا احس انه قصده برنامج الواقع. لا ها يا اخي انا اقول وين شايف، بس خلاص شفتك. اوكي 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 اوكي، انت في الواقع. الواقع وادي الواقع اصلا. شوف الواقع كل سنه طلع لك 120 مشهور، يعني الان مطفش كل سنه وجيه جديد. او ان العن ام الطفل المشكله. كلهم يتشابهون شنب بدون تبله بدون دقن غير النكاجي شباب. فرق العمر على الاقل يا جماعه. يا اخي نايف عندي سؤال الحين. يعني انت خلصت البرنامج صح؟ ايه الحمد لله. زين يعني عادي تقول لي الاسرار؟ دعوه ترى وغيت السؤال. لا في سؤال في خاطري يعني. تفضل. هل في يعني ولا كله حقيقي ولا تمثيل؟ والله لا، وش اللي فيه؟ هل تمثيل ولا عدبل ارحاب شباب انصلاف يلا يا عيني قلوب الكومنت كله اسلم. هل في تمثيل ولا حقيقي؟ في تمثيل من أي... في بعض. شوف هي على شوف الملاكشات، هالملاكشات ها تمثيل تكون. أبعلمك روح. بعضهم يدخل جواله حلو ويقول كلام الناس ما يأثر فيني. لبك أبدك يا قصيمي يا نوم عيني، ويقول كلام الناس ما يأثر فيني، عرفت؟
اوكي. واليوم انا دخل جواله شاف الجمهور قالوا له فلان معك واو راح نشب في حلقه. ها اليوم انهم قالوا فلان شاف واحد ذكره بالغلط ولا غلط عليه وهو غايب قاموا ولا فني انا القوي ولا مدحوه على سبه ولا على رفعت صوت صار دائم يرفع صوته ويسب فهمت اللي يتبع كلام الجمهور هذا دائما يتلكم تحت الهواء. اوكي اوكي انت شاعر نايف وبعضهم ارحبوا ينون بعضهم بعضهم يعني الله اعلم منهم تجي توصيات روح سو يعني تلقى واحد في النسخه اوكي خلني اتكلم واكون جاهز معك بما انك استانست كذا دعات انا اللي نايف انا ممثل انا ممثل في الامارات يعني فاحب اعرف على شيء لا بعضهم يدخل ويكون الاداره معه يعني يكون يدخل عند الاداره ويقول له روح سو كذا وكذا اوكي يعني حرك بعض الاحداث يعني اذا رقدت الاحداث هذا يصير يروح هو يكون سبيكه حقهم عرفت الدبار سبيكه حبه حبه ودائما يحسب ما حد يعرفه والكل عارف زين وسالفة التصويت يعني هاي حقيقية اللي يفوز تصويت وهذا حقيقي في الفوز هذه الله أعلم أنا والله لو لي لكن غالبا نسختنا كانت حقيقية يعني أخذوها ناس مستحقينها من ناحية الدفع من الناس يدفعوا هي بس أقصد أنت اللي صوتوا لك حقيقي يعني تحس إنه حقيقي ولا تحس إنه في تلاعبات يصير في الأصوات في شيء من هالقبيل أنا خذيت الجائزة اللي هي تصويت جمهور في تصويت مادي في جمهور انا خذيت الجمهور مادي ما خذيت تستاهل الله يجعلك في الجنة الله يسعدك يا احكامك نايف عطني روح يا احكمي يا دي حلق لا يا ملاحي نهدى اوكي حكم على قد استر ملاحي ليش احكام صار قولي حكم بسيط عندك مويه عندي اوكي اعطها كذا شيء حسبي الله عطني الثاني عطني الثاني الحكم الثاني اسمه ملاحي يعني اهدى اهدى من ملاحي يعني بين ملاحي وبين نايف ملا حي بعدين اذا صار سكور 200 الف حي اوكي يلا يا كل 10 بيضات 10 بيضات يا ورب انت تتابعين ملاحي متاكده ما تتابعين ملاحي متاكده حسبي الله عليك يا الاقرع بلشت غير بيضات عجل طفول خلاص يلا بيض روح الثالث الثالث والله انك مشموش انا لا اول جوله لا والله لا حق اول جوله اول جوله اول جوله حق الدعم. انا ما احكم على واحد من اول جوله بديت روحك لباك ابدي الجوله الثانيه ترى ماني بسامحك بينا ان شاء الله لباك ابدي قبل ما تطلع يا جماعه قصيمي داج بيض الله وجهك الجميع يضيف شباب لا انت يا حبيبي يا غانم الفرصه السعيده يا حبيبي بديتك والله تشرف فيك انا يا حبيبي الله يسعدك يا ربي تشريف بديتك الله يسعدك طيب صلوا عني ايش ما هو بس خالد توجد ذا الله اكبر الله اكبر طيب يا جماعه كان بس جميل جدا يا ثاني بضميري لاحظت ايه مليون لا خلاص الله الحمد في واحدة اسمها مهرة القحطاني تقول خلاص انفضحت تبغ خالد وما تبغ انفضحت يا نايف فضيحة نايف الرفيدي ما يبغ خالد السهلي نايف الرفيدي بغ بينه وبغ بين خالد السهلي بغ لا تقومين تفتين الله يرحم أمك يا مهر
امسي تدرين تسوين؟ طفي البث تطلعي هناك روحي تعلمي كيف تكتبين بعدين قولي تبخ كذا يا بخ. خلاص حنا تدرون مهرة خلتني اسميهم تمام. ذولا اللي يقولوا انت بينك وبين فلان مشكله واللي بينك اكيد انك ما تبغاه تدرون بنسميهم ايش؟ احفظوا باقي ما خلصتوا بنسميهم بني بغبغ. بني ايش؟ بني بغبغ ما تبغ تبغ هذولا ما 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 طلعوا برا يا بني بغبغ بغبغ. الوكاد يا جماعه كان بس جميل شكرا. قولي لهم كلمه قبل ما نقفل. تعتتا قولي لهم كلمه قبل ما نقفل. مع السلامه. قول لهم كلمه قبل ما نقفل. حسين اطلع عادي من جديد. تعال ارهاب. قول لهم كلمه قبل ما نقفل. السلام عليكم. قول لهم كلمه قبل ما نقفل. مع السلامه. يلا كان بس جميل. استودعناكم الله الذي لا تضيع هدايه. قول لا تقفل. خلاص صلاة صلاة صلاة. قبل ما نقفل يا جماعة خلونا نكسب أجر وياكم. صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أنت أنت. صل. قلتها. وش؟ فيكم رجعتوا. وأنت. أنا قلتها. وش؟ اللهم صل على نبينا محمد. وش؟ اللهم صل وسلم. أنت هي بقعد بحالها. يا الله يا جماعة اللهم صل وسلم على محمد. استودعناكم الله الذي لا تضيع هدايته. أنت في وجه الله أنت تذكر الله كله ما شاء الله يجمع. سلام. هذا وجهك يا قصيمي داعش لبا والله كبتك لبا والله كبتك. لا أنت يا جماعة ودناك مرة.